في الدنيا، اشترك في قناة أخبار الفنانين مع نادين عشان تعرف كل الأخبار الجديدة. اوعى تنسى الكومنت واللايك. ليلى علوي تثير الجدل بصورها في عيد ميلادها ال61. يصادف اليوم 4 من يناير عيد ميلاد الفنانة ليلى علوي واللي أتمت عامها ال61، وأحرصت الفنانة ليلى علوي على متابعة جمهورها بأحدث الأخبار والصور والفيديوهات على حسابها انستجرام. وقامت الفنانة ليلى علوي بنشر عدة صور ليها بإطلالات مختلفة، واللي ظهرت في الإطلالات بفساتين جذابة وألوان زاهية والتي كشفت عن جمالها. ومن ناحية الجمالية اختارت الألوان البنية الناعمة كمكياج للعيون لتكشف عن جمالها، واختارت أحمر الشفاه باللون البيج أو البني ليبرز جمال أنوثتها، كما اختارت أيضا في الإطلالات الألوان الذهبية والبنية لشعرها. وأثارت الإطلالات الجدل بظهورها اللافت والجريء في بعض الإطلالات.